غير مليح ابن عمي. لا يا ربي. سيدي عبد الله انت كتغدى معنا وجا السيد كيسلم عليك وولده تبارك الله والعائله ديالو ومن كندا ومن كندا الناس من كندا حتى المغرب تقلبوا على فركوز. اشنو اللي جعلك تجي لهذا الريستو هذه باش افلام ديالو؟ هذا وجه الكريم هذا. إذن هاد السيد هذا كتبغيه؟ الفن ديالو ومفرج الأفلام كتفرجوا في الأفلام ديالو؟ النخلة على الأرض لي أرض النخلة لي أعظم وأفضل ممتع بنيان كان يخبوه في المغرب مع بصرة أهريس. الله يحفظكم ولي أختي والله عمر هذا وإنسان مخلص كنشوفوه غير في الأفلام ديالو من جهة لما حد يعينيه كتعرفوا واحد الإنسان كريم ومخلص وخليه. سيدي عبد الله ملي كتسمع الجالية كتجي عندك وكيبغيو حكا يتغدا وكيتلاقاو معك وكتسمع هاد الكلمات الزوينة كيفاش كيكون الشعور ديالك انت؟ لا 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 كلام الصدق كلام اللي تكون فيه الصدق ما تيخليك ما تقدر تقول والو حيت الصدق داكشي تهضر معاك الصدق من القلب صافي. على ما شنا حنايا قسما بالله حنا كنتغداو احنا كنتغداو ملي شنا هاد الوجوه الطيبه جاو كيسلموا عليك وجاو هذا قلت انا والله تندير فيديو باش نسمع بان الناس الجاليه بالديار الكنديه انه كتفرج في فركوس والناس من الحمام. يا الله الله يحفظك لينا اختي. افلامو كلهم طاو. اشنو غادي تاكل دابا في الريستو ديال فركوس؟ والله اسيدي الطنجيه الطنجيه هذا راه المره انا اللي نعرف يا بي خويا فركوس مرحبا مرحبا تبارك الله عليكم. كبر بيك انت اول مره كتجي عنده هنا الريستو ديالو؟ احسن حاجه اللي عجبتنا حنا هي الطنجيه وكيقول لك اللي ما كلاش الطنجيه ديال فركوس ما كلا والو في مراكش. تبارك الله عليكم. تحيه من الديار الكنديه الناس مشرفين مرحبا بكم